السابعة بتوقيت القدس الشريف، ساعة إخبارية مفصلة من الميادين نبدأها بالعناوين. قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد. بعد حوالي 9 أشهر على التكليف، لبنان يعود إلى المربع الأول مع اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة. سريع يكشف تفاصيل عملية النصر المبين في محافظة البيضاء ويؤكد تحرير 100 كيلومتر مربع منها، وقوع مئات التكفيريين بين قتيل وجريح وأسير. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات. مقتدى الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق ويسحب يده من المنتمين إلى الحكومتين الحالية والمقبلة. طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار لثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح 7000 من معتقليها لدى الحكومة وسط باسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة. مرحبا بكم. قال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع في التشكيلة الحكومية، وبالتالي أخبر عون الحريري ألا فائدة من يوم إضافي للبحث. وكان الرئيس المكلف قد اعتذر عن تأليف الحكومة بعد لقائه الرئيس عون وبعد مداولات دامت 9 أشهر. التقيت مع فخامة الرئيس وأجرينا مشاوراتنا بموضوع الحكومة، وخلال الكلام كان في تعديلات يعني عم يطلبها الرئيس اللي أنا اعتبرتها شوية جوهرية بتشكيلي، وأيضا كمان تناقشنا يعني بالأمور اللي هي لها دخل بالثقة ولا تسمية الآخرين المسيحيين وغيرهم. واضح أنه الموقف ما تغير بهذا الموضوع، واضح أنه ما حنقدر نتفق مع فخامة الرئيس، وخلال الحديث مع فخامة الرئيس أيضا يعني طرحت عليه أنه إذا بده وقت أكثر لحتى يفكر فيها، فقال أنه نحن ما حنقدر نتوافق. فلذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد، وإن شاء الله اليوم نحكي مطولا. وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسل الميادين عباس صباغ. عباس، فيما خرج عن الرئاسة اللبنانية ضمن الارتدادات لتقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تأليف هذه الحكومة، أبرز ما جاء من يعني ما خرج من الرئاسة اللبنانية، وكيف تبدو أيضا الارتدادات سياسيا وشعبية؟ نعم، بطبيعة الحال رامي، يعني ما أعلنه المكتب الرئاسي لرئيس الجمهورية ميشيل عون عن ما جرى في هذا الاجتماع الأخير بأن هناك انقلاب على الاتفاق السابق بين سعد الحريري الرئيس المكلف والرئيس ميشيل عون، وإعادة توزيع للحقائب بشكل لا يتناسب مع ما تم الاتفاق عليه. هذا النقطة الجوهرية التي أدت إلى عدم الاتفاق على تلك التشكيلة الحكومية التي قدمها بالأمس سعد الحريري، وأعطى مهلة متمنيا على رئيس الجمهورية إعطائه جواب خلال 24 ساعة. بطبيعة الحال اليوم الحريري تحدث عن أنه قال لرئيس الجمهورية إذا كان بحاجة إلى يوم إضافي. هذه سابقة في لبنان، أولا بأن يحدد رئيس مكلف لرئيس الجمهورية مهلة زمنية لكي يرد على تشكيلة حكومية، وثانيا الحريري بالأمس قال بأنه لديه يوم واحد لرئيس الجمهورية ليرد، واليوم يعطيه إضافة أخرى وهي يوم آخر. سعد الحريري سيتحدث مطولا هذا المساء، سيشرح كل ما رافق عملية التكليف منذ 270 يوم. بالنسبة لردود الفعل السياسية، القوى السياسية لم تعلق بعد بشكل رسمي على اعتذار الحريري، وأن كان الأمر كان متوقعا منذ أسابيع، وبتحديدا حتى منذ شهر آذار مارس الفائت عندما يعني تم آخر لقاء بين الرئيس الحريري وميشيل عون. أما شعبيا فنحن هنا في منطقة في بيروت،
يعني كان هناك قطع للطريق على هذا الاستراد الحيوي، استراد الرئيس الراحل حافظ الأسد. هناك بعض الشبان بطبيعة الحال هم من أنصار تيار المستقبل لا يزالون يقطعون الطريق. تواجد للجيش، الجيش اللبناني حضر بأعداد يعني لا بأس بها إلى هذا المكان. هناك فتح جزئي لهذا الاستراد الذي يربط يعني وسط بيروت بمدخلها الجنوبي، تحديدا منطقة خلدي ومنها إلى جنوب إلى صيدا وغيرها. طبعا هناك قطع للطرق في أكثر من منطقة لبنانية، هناك دعوات كانت في مدينة طرابلس للنزول إلى الشارع، هناك يعني قطع طرق في منطقة صهور جنوب لبنان في البقاع في الشمال وفي بعض مناطق يعني بيروت وضواحيها. بطبيعة الحال هذه التحركات تأتي بعد الارتفاع اللافت في سعر صرف الدولار الأمريكي، فقد ارتفع أكثر يعني من 2000 ليرة خلال ساعتين، أي منذ إعلان الاعتذار. وكان لافتا أن بعض مستشاري الرئيس الحريري عندما سألهم أحد الصحفيين عن سبب هبوط الدولار إلى 19000 ليرة فأجابه بعد نصف ساعة سيعود ويرتفع. يعني هذه الصورة الآن في بيروت، قطع طرق. طبعا ستزداد وتيرة قطع الطرق في العاصمة والمناطق. طبعا هناك غضب من جمهور تيار المستقبل على اعتذار الحريري، علما الحريري اتخذ قراره بملء إرادته وليس وكان مدعوما من حزب الله وحركة أمل، وبالتالي يعني مبرر قطع الطرق الآن إذا كان احتجاجا على اعتذار الحريري، الحريري هو الذي اعتذر. لكن أيضا هناك يعني طبعا قطع طرق بسبب الأوضاع المعيشية. أود الإشارة رامي إلى أن قوة مؤللة من الجيش اللبناني من الفوج المجوقل تصل في هذه الأثناء إلى منطقة الكولا هنا في بيروت. طبيعة الحال الجيش اللبناني يعني مستنفر في كل المناطق اللبنانية، لكن طبيعة يعني لا يتدخل حتى الآن في إعادة فتح الطرق بالقوة، لكن يعزز من تواجده إن كان في العاصمة بيروت أو على الطرق الحيوية التي تربط العاصمة بيروت إن كان بالشمال أو بالجنوب اللبناني. طبعا نتوقع يعني بحسب كل المعطيات والدعوات التي أرسلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن تكون ليلة صاخبة وترافق إطلالة الحريري قرابة 9:45 بتوقيت بيروت والقدس الشريف. نعم رام، شكرا جزيلا لك عباس صباغ مراسل الميادين على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مباشرة من العاصمة اللبنانية. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل عملية النصر المبين في مديريتي صومعة والزاهر في محافظة البيضاء، وقال في مؤتمر صحفي إن القوات المسلحة اليمنية نجحت في تنفيذ العملية خلال 72 ساعة فقط وفق الخطة المرسومة، وقال إن المخططات الأمريكية تعمل على تسليم اليمن للمرتزقة والتكفيريين. الجماعات التكفيرية بنشاطها وتحركاتها لتنفيذ تلك المخططات بدأت بمحاولة التسلل إلى بعض المناطق من مديريات محافظة البيضاء، وتلقت الدعم والإسناد من قبل تحالف العدوان، فقد تضمن ذلك الدعم ما يلي: تزويد تلك الجماعات بالأسلحة منها الخفيفة وكذلك المتوسطة والثقيلة، تقديم الدعم اللوجستي والذي بدأ بالتسهيلات المقدمة لنقل العشرات من العناصر التكفيرية للوصول إلى المناطق المستهدفة منها عناصر تحمل جنسيات أجنبية. امتدت إجراءات العدو ضمن الحشد للمعركة السماح لعدد من العناصر التكفيرية الأجنبية من دخول اليمن والوصول إلى المناطق المستهدفة. سريع قال إن محاولات دول التحالف إعادة حشد العناصر التكفيرية تؤكد أهمية محافظة البيضاء ومواقف أبنائها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في إحباط مخطط إعادة تحويل البيضاء إلى وكر للعصابات. بمحاولات العدو المتكررة إعادة حشد العناصر التكفيرية ودفعها لاستهداف محافظة البيضاء وأبناء البيضاء، يؤكد مستوى أهمية هذه المحافظة وما تمثله بمواقف أبنائها من حضور في معركة الحرية والاستقلال. يرفض أبناء محافظة البيضاء الأحرار أن تكون بعض مناطقهم ساحة لاحتضان ما يسمى بداعش والقاعدة، يعبث بها العملاء والخونة ومنطلقا لاستهداف المواطنين وتنفيذ الأجندة الأجنبية. إن القوات المسلحة وبكل عزم وإصرار ماضية في أداء واجبها تجاه أبناء المحافظة لإحباط المخططات الهادفة إلى إعادة تحويل البيضاء إلى أن تكون وكرا لتلك العصابات الإجرامية.
هذا وقد عرض الإعلام الحربي مشاهد لعملية النصر المبين في مديريتي صومعة والزاهر في محافظة البيضاء. شردوا يا رجال شردوا شرد إني قالت لكم يقول لكم الأدبار ثم لكم يا ربي لك الحمد قوة يا ربي لك الحمد أمرهم أحد المرتزقة والمنافقين يا ربي لك الحمد هذه حقهم الفروز المدورة المدنسة الذي باعوا أنفسهم قيمته ذاك 2000 قرش. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى لو هذا القراء الذي كان تمركز فيها القاعدة. هؤلاء أبطال جيش الجنة الشعبية يقومون بالسيطرة على جميع المواقع. هذا آليات القاعدة التي تم إحراجها بفضل الله سبحانه وتعالى ومن نصر إلا من عند الله. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى تم إحراج أحد الآليات القاعدة ومن نصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. تحترق بأمن الله. أنا من صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، فيما أعلن اليوم من منجزات لاستعادة السيطرة في هذه المساحة الواسعة بمحافظة البيضاء، كيف يمكن إبراز أهمية وثقل ما تم استعادته؟ نعم رامي، هذه المعركة أو العملية العسكرية الواسعة للجيش واللجان الشعبية النصر المبين هي في محافظة البيضاء، هي ترقى إلى مستوى عمليات عسكرية واسعة وكبرى للجيش واللجان الشعبية، أعلن عنها في وقت سابق كالبنيان المرصوص ونصر من الله، من ناحية الإعداد والرصد وأيضا التنفيذ الكبير للجيش واللجان الشعبية من أجل عملية تحرير المناطق منطقتي الزاهر والصومعة أو مديريتي الزاهر والصومعة في البيضاء وسط اليمن. هذه المعركة التي يعني حاولت قوى التحالف السعودي عبر عناصر تنظيم القاعدة وداعش التمدد أكثر في مناطق في البيضاء، استطاع الجيش واللجان الشعبية تحرير مديرية الزاهر بشكل كامل ومناطق واسعة في مديرية الصومعة، وهناك معارك متواصلة في هذه المديرية حتى هذه اللحظة. هناك أيضا ما يتعلق بمديرية الزاهر والتي تقع بالحدود مع يافع بلحد جنوب اليمن، هناك أهمية استراتيجية كبيرة للجيش واللجان الشعبية للتقدم أكثر وتحرير مناطق ما بعد البيضاء. فقد تحدث العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن الهدف هو ليس فقط تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، وإنما تحرير جميع مناطق اليمن التي تقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي. وهذه العملية هي نفذت كما قلت بعملية رصد وتدقيق كبير للجيش واللجان الشعبية، رصد مواقع وعناصر قوات هادي وعناصر لتنظيم القاعدة وداعش، وكان هناك المئات بين قتلى وجرحى في صفوفهم، واستخدم الجيش واللجان الشعبية أيضا السلاح الجو المسير في عملياته بالإضافة إلى القوة الصاروخية. شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة صنعاء.
في العراق أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها، قائلا إنه يسحب يده من المنتمين إلى الحكومتين الحالية والمقبلة. فحفاظا على ما تبقى من الوطن وإنقاذا للوطن الذي أحرقه الفاسدون ولا زالوا يحرقونه، أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات، أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك، وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر، فالجميع أما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب، أكرر والكل تحت طائلة الحساب. إلى ذلك أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. الكعبي قال في بيان الانسحاب أن قراره بالانسحاب هو طاعة لما ورد في خطاب السيد مقتدى الصدر كما ورد في البيان. من بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الفهد. محمد، بماذا تختلف هذه أو هذا الإعلان للسيد مقتدى الصدر عن ما كان يعلنه سابقا قبل الاستحقاقات الانتخابية بأنه لا يشارك ولا يدعم أي كتلة انتخابية، وما هي الارتدادات على المستوى السياسي لهذا الإعلان؟ نعم رامي، التوقيت ربما هو الأهم في هذا الإعلان لاعتبار لم يبقى على الانتخابات المبكرة سوى شهرين ونصف تقريبا، وهي انتخابات مفصلية مهمة، وهي انتخابات أيضا تأتي بعد رهان الصدريين على أن الحكومة المقبلة من حصتهم، وأيضا انتخابات راهن فيها الصدريون على أنهم القاعدة الأكبر وأنهم سيحصلون على أكبر المقاعد من خلال إنجاز تحديث بطاقات جمهورهم، وكذلك من خلال حسم ملفات مرشحيهم. بالتالي أن هذه الانتخابات المبكرة منذ أشهر ومنذ تحديد توقيتها تعرضت إلى عدة تأجيلات لهذا التوقيت، اعتراضات من قبل كتل سياسية، إلى أن وصلت إلى تشرين أكتوبر المقبل وتشرين الأول أكتوبر المقبل. وبالتالي انسحاب الصدر من هذه الانتخابات يعني أن ركنا أساسيا سيتخلف عن هذه الانتخابات، وبالتالي ربما الكتل الأخرى تغتنم هذه الفرصة، الكتل التي لا تريد إجراء الانتخابات المبكرة ربما تغتنم هذه الفرصة وتنسحب وتؤثر على أجواء هذه الانتخابات، وبالتالي الدفع بها إلى توقيتها الطبيعي في عام 2022. كذلك في انسحاب الصدر اليوم لم يتطرق إلى أن أو لم يمنع جمهور التيار الصدري من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة بالانتخابات. هو قال أتمنى أن تنجح الانتخابات وأن يصل بعض الشخصيات الصالحة لهذه الانتخابات، ما يعني أن الصدر ترك هامشا لجمهوره بأن يختار وينتخب بعض الشخصيات. ربما الصدر أيضا قد يعمل كما عمل مع الأحرار في السابق عندما قال أنني لا أشرف عليهم ولا يرتبطون بي، هم جانب سياسي من العمل. ربما يحصل هذا في الوقت المقبل باعتبار قبل قليل أغلق مكتب الصدر الهيئة السياسية للتيار الصدري، وبالتالي ربما أن تكون هنالك كتلة سياسية غير مرتبطة مباشرة بالسيد الصدر تشارك في الانتخابات. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا هنالك دعوات من الأفرقاء ومن الشركاء السياسيين ولا سيما الكتل الشيعية الفاعلة إلى السيد الصدر بالعدول عن هذا القرار، لاعتبار أن هنالك استحقاق انتخابيا ينتظر العراق، لاعتبار أن هنالك حدثا انتخابيا يجرى للمرة الأولى في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي أفرزه حراك الشارع وأزمة التظاهرات. وبالتالي ربما أو سيناريوهات متعددة رامية بانتظار المشهد السياسي العراقي، قد تؤجل الانتخابات إلى موعدها الطبيعي، قد يمدد لهذه الحكومة، قد تجرى الانتخابات بمعزل عن الصدريين ربما لاعتبار أن
هنالك كتل ترغب بإجرائها، والقانون الانتخابي يقول لا تتوقف الانتخابات في حال انسحبت كتلة. كذلك القانون أو مفوضية الانتخابات قالت بأن لا يسمح للمرشحين بعد المصادقة على القوائم الانتخابية وتحديد أرقام الناخبين بالانسحاب من الترشح، وهذه نقطة أيضا قانونية أخرى تواجه هذا القرار. هي مجموعة خيارات ومجموعة سيناريوهات رامية بانتظار القرارات الأخيرة، لاعتبار أن هنالك اجتماعا مرتقبا لمفوضية الانتخابات للبت بهذا القرار. هل ستسمح للمنسحبين الذين قدموا أوراق انسحابهم من الترشح؟ هل تقول لا يجوز لهم الترشح؟ هل تقول ربما أن هذا القرار لا يسري على المفوضية لاعتبار هنالك قانون انتخابي جديد وهنالك هناك أسماء جديدة قدمت الانسحاب خلال الكعبي؟ نعم، هنالك عدد من النواب التابعين لسائرون أيضا كانوا مرشحين، قالوا سنقدم انسحابنا وسحب ترشيحنا للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى حسن الكعبي وأيضا مرشحين جدد آخرين قالوا إذا قال الصدر أنسحب من الانتخابات فجميعنا سننسحب من هذه المشاركة. وهذا يصطدم بقرار المفوضية التي قالت أن باب الانسحاب مغلق حتى هذه اللحظة. محمد فهد مراسل الميادين، أشكرك جزيل الشكر على مروحة المعلومات والمعطيات التي وافيتنا بها من العاصمة العراقية. وفي العراق نبقى، حيث أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمال بابل. وأفادت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد بأن قوة من اللواء 45 أحبطت العملية بعدما حاولت مجموعة من عناصر داعش التسلل إلى المنطقة. وأثناء عودة القوة انفجرت عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في منطقة سنيدتش في جرف النصر، ما أدى إلى استشهاد مقاتل في الحشد الذي طوق المكان وسيطر على الوضع. إلى أرضنا المحتلة فلسطين، حيث اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الأغوار الشمالية على المدنيين الفلسطينيين. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لطفلة أصيبت من جراء إطلاق مستوطنين غاز الفلفل على الأهالي في خربة أم الجمال. دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين. وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 33 من طلاب وطالبات جامعة بيرزيت لا يزالون قيد الاعتقال. وفي السياق ذاته ناشدت عائلة الأسير الفلسطيني إياد حريبات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية الحفاظ على حياة ابنها بإبقائه في مستشفى سوروكا الإسرائيلي بعدما تدهورت حالته الصحية إلى درجة أنه قد يستشهد في أي لحظة. العائلة أعلنت في مناشدة عن انطلاق حملة إلكترونية لدعم الأسير إياد حريبات تحت وسم أنقذوا إياد حريبات. إياد بيعاني من إهمال طبي من 2014، أو في 2014 دقوا إبرة وخلوه يفقد ذاكرته، كان فاقد ذاكرته وكان عصبي وحالته حالي، وسبعة أشهر وأنا ما زرته يقولوا لي بقدرش يطلع يزور، بقدرش يطلع يزور، مالكيش تسريح. بعد سبعة أشهر زرته في مستشفى الرملي، لما أنه دخل علي ما عرفته، كان يعني مش صاحي حاله، مش صاحي، ما يحكي معي زي ما كان يحكي معي. إياد كان عنده إهمال طبي في السجن، لما أنه سووا له عملية في السجن ورجعوه على السجن بيومه. في الشأن الداخلي الإسرائيلي، بلغ الانحدار في لغة الخطاب السياسي مستويات جديدة، ولا سيما في السجال الدائري بين رئيس الحكومة نفتالي بنت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وذلك بشأن الفشل في منع الاتفاق النووي مع إيران والمسؤول عن هذا الفشل. منال إسماعيل.
إلى ساحة معركة سياسية تحولت إيران بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. فالسجال العنيف الذي افتتحه نتنياهو بمقال شديد اللهجة في صحيفة إسرائيل هيوم، واتهم فيه حكومة بنت لابيد بأنها حكومة مذعنة وصامتة فيما إيران تهرول نحو القنبلة النووية، تبعه بنت برد سريع صدر عن مكتبه اتهم فيه نتنياهو بالكذب في المسألة النووية الإيرانية وبالمسؤولية عن الفشل في وقف البرنامج النووي الإيراني. هذا السجال ولغة الخطاب أثار انتقادات شديدة لكل من الطرفين. هذا حوار مشين. نتنياهو وبنت يتصرفان بعدم مسؤولية. كلامهما يأتي انطلاقا من دوافع سياسية، فهما يسمحان بالزج بالمسألة النووية التي يعدانها استراتيجية بل وجودية بالنسبة لإسرائيل في السجال السياسي المحتدم بينهما. على خط السجال الدائري بين بنت ونتنياهو دخل بقوة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق يائير جولان الذي وصف نتنياهو بالكذاب. نتنياهو كذاب ومخادع ويشكل خطرا على أمن إسرائيل. هو يكذب طوال الوقت وليس لكلامه أساس على أرض الواقع. إسرائيل لا تستطيع وحدها محاربة البرنامج النووي الإيراني، والوضع اليوم بشأن إيران هو ثمرة يأس نتنياهو الذي عارض الاتفاق مع إيران. وفي رد على الرد، نشر وزير الأمن بني غانتس مقالا في صحيفة إسرائيل هيوم أيضا اتهم فيه نتنياهو بأنه أضر بأمن إسرائيل وبقدرتها على منع التقدم الإيراني. بدوره حزب الليكود لم يقف مكتوف الأيدي وطالب بنت بوقف الكذب والتباكي والبدء بالعمل ضد الاتفاق النووي مع إيران، اتفاق يتفق الطرفان على فشل إسرائيل في منع مسار العودة إليه ويختلفان في تحديد المسؤولية بشأنه. كيف سخرت إسرائيل وحلفاؤها كل أدواتهم لخوض معركة الرأي العام العالمي؟ وكيف فشلت في ذلك في عصر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف يشمل مفهوم التأثير على الرأي العام العالمي كل قضايا الشعوب المظلومة والمحاصرة في العالم؟ مريم عثمان. برعت إسرائيل ومن دعم مشروعها في المنطقة في خوض معركة الرأي العام العالمي لعقود طويلة، صنعت مع حلفائها أدوات المعركة وخاضتها في محاولة لطمس القضية الفلسطينية. متطورة وحديثة كانت ولا تزال أدوات تل أبيب وحلفائها في التأثير على الرأي العام الدولي، كيف لا وهي عملت عليها بحرفية سياسية بامتياز، أخفت مسيرتها الاستعمارية الوحشية بالحديث عن الأحقية التاريخية لليهود في أرض فلسطين، وبرسم صورة مغايرة عن فلسطين وشعبها في ذهن الجمهور العالمي. تسخير تل أبيب كل أدواتها الاقتصادية والإعلامية والتقنية واللوبيات التابعة لها لاستعطاف الرأي العام العالمي لم يثمر في العام الأخير. مواقع التواصل الاجتماعي قلبت السحر على الساحر، ولا سيما في معركة سيف القدس. الصورة الحقيقية لمظلومية الشعب الفلسطيني بدت جلية ومعها وحشية الاحتلال الإسرائيلي. صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية تحدثت مطولا عن التخلف الإسرائيلي في معركة الرأي العام الدولي، مستندة إلى استطلاع رأي جديد يظهر أن 25% من يهود الولايات المتحدة يعتقدون أن إسرائيل هي دولة أبارتايد، و22% يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لتختم قائلة إنه إذا كان يبدو للإسرائيليين أن غسل الدماغ المعادي لإسرائيل لا يعمل فالأجدر أن يفكروا ثانية. انطلاقا من الفشل الإسرائيلي هذا، من الضروري الحديث عن معركة الرأي العام التي لا تنتهي عند حدود فلسطين المحتلة بل تتعدى إلى كل قضايا الشعوب المظلومة والمحاصرة من الدول الكبرى ولا سيما من الولايات المتحدة. الأخيرة برعت بمساعدة حلفائها الدوليين في التلاعب بمزاج الرأي العام داخل حدودها وخارجها، بررت العقوبات والحصار على كوبا وفنزويلا وإيران، شرعنت حروب النهب في فيتنام والعراق وسوريا وأفغانستان، في معركة بدأت تظهر ملامح الفشل عليها مع أولى خطوات الانسحاب الأمريكي من المنطقة. متواصلون بتقديم السابعة، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين. قالت السفارة الأثيوبية لدى الدوحة أن السلطات القطرية تدعم حق أثيوبيا في التنمية وترى أن المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الأفريقي. وفي تغريدة لها أشارت السفارة إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان سعيد المريخي أكد موقف بلاده للسفيرة الأثيوبية سامية زكريا جوتو خلال لقائها الأربعاء، مضيفا أن قطر لم تغير موقفها الثابت من قضية سد النهضة. رغم مصادقة البرلمان التونسي على قانون الانعاش الاقتصادي إلا أنه قد يكون مهددا بالسقوط بعد إعلان المعارضة نيتها الطعن في مصداقيته. مراد الدلنسي. لاقت بنود عديدة ضمن قانون الانعاش الاقتصادي الذي أقره البرلمان التونسي أخيرا ترحيبا شعبيا، خصوصا تلك التي تتعلق بإمكانية امتلاك التونسيين منازل بنسبة فائدة لا تتعدى 3%، إضافة إلى حرية فتح حسابات بالعملة الصعبة. قانون رأت الأحزاب الداعمة للحكومة أنه يعتبر ثورة حقيقية وفرصة للانعاش الاقتصادي. مثابة الثورة التشريعية والثورة في اتجاه تحرير الاقتصاد التونسي وتحرير الطاقة الشبابية في اتجاه كونه معناتها مكنوه من عديد الآليات باش نجموا يخدموا كيفهم كيف الشباب في العالم. احنا اليوم الناس اللي معارضته هما ما همش معارضة، هما طرف حاكم في البلاد لأنهم هما حزام سياسي لرئيس الجمهورية. لكن المعارضة كان لها رأي آخر، فالبنود التي جاءت لمصلحة المواطنين والفئات الفقيرة لم تكن سوى للتغطية على بنود خطيرة تتعلق بفتح المجال أمام تبييض الأموال، إضافة إلى خروق أخرى استدعت بحسب المعارضة تقديم طعن في دستورية هذا القانون. يجب أن تكون هناك خطة متكاملة وجريئة وشجاعة لإنعاش الاقتصاد واللي نبدلوا فيه منوال التنمية. يجب استبدال منوال التنمية الذي يعجز عن خلق الثروة في تونس، لكن تحت العنوان هذا الانعاش الاقتصادي لم يكن هناك إلا بعض الامتيازات لبعض المهربين وبعض رجال الأعمال بإعفاءات جبائية من هنا وبإمكانية فتح حسابات لتبييض أموال. ويخشى مراقبون من رفض الرئيس قيس سعيد المصادقة على هذا القانون، وهو ما يهدد بإعادته للبرلمان مرة أخرى وتعطيله. رغم خطورة الأزمتين الصحية والاقتصادية فإن الصراعات بين الأحزاب والكتل في البرلمان لم تهدأ، وما قانون الإنعاش الاقتصادي إلا فصل جديد من فصول الصراع متعدد الأوجه في البلاد. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. شكلت مدينة حلب تاريخيا عاصمة اقتصاد سوريا وعصبها الصناعي والزراعي. دمرت الحرب أكثر من 35 ألف معمل في حلب التي تتطلع اليوم لتجاوز تبعات العقوبات وتنتظر من الحكومة المقبلة قرارات تساعدها على إعادة تفعيل معاملها. رضا الباشا. حلب هي قلب الصناعة وحلب هي قاعدة الإنتاج في سوريا. بدأت المشاريع أغلبها بأشهر قليلة، نرى إنتاج يعني رائع بقياس الزمن وبقياس الإمكانيات المالية وبقياس الظروف الاقتصادية لسوريا أو لحلب. لا يغيب عن ذاكرة السوريين التدمير الممنهج لعاصمتهم الاقتصادية حلب، تدمير طال 18 مدينة صناعية من أصل 20 في مشهد يؤكد أهمية المدينة الساعية للعودة اليوم كمحرك لاقتصاد سوريا رغم تحديات العقوبات وضعف الموارد. نتمنى نحن كشعب حلبي تأمين الحاجات الأساسية. الحاجات الأساسية هي توفير الكهرباء الأساسية لسير الحياة الطبيعية، توفر المشتقات النفطية عانينا منها طول فترة الأزمة، ونحن نتمنى أن نخلص من موضوع الأمبيرات كمستثمرين في مدينة حلب، أن موضوع الأمبيرات هذا أهم موضوع موجود بمدينة حلب نخلص منه ويكون في واقع كهربائي جيد لمدينة حلب. يدرك الحلبيون تبعات العقوبات الأمريكية الأوروبية على بلادهم، يخوضون تحدي العقوبات وفي آن يؤكدون ضرورة الدعم الحكومي لتأمين متطلبات الإنتاج وعودة دوران آلات المعامل. حصة حلب من الكهرباء غير عادلة، حصة حلب من المحروقات، من المازوت، من حوامل الطاقة غير عادلة. المدينة الصناعية في شيخ نجار تحتاج أن تعامل معاملة المدن الصناعية الأخرى في حسيا وفي بقية المناطق الصناعية. الزراعة في حلب بحاجة إلى دعم. أمال الحلبيين ومطالبتهم بأن تكون قرارات الحكومة المقبلة متماشية مع واقع البلاد الخارجة من الحرب يدعمها تمكن أصحاب معامل حلب من إعادة الحياة لأكثر من 7
4000 معمل خلال السنوات الخمس الماضية. شكل تحرير حلب بداية نهاية الحرب العسكرية على سوريا. اليوم أعين السوريين تتجه إلى عاصمتهم الاقتصادية كرافعة لواقع معيشي يمكنهم من تجاوز آثار العقوبات الأوروبية الأمريكية المفروضة على البلاد، ما سيضع الشهب في أعلى سلم اهتمامات الحكومة السورية المقبلة. رضا الباشا، حلب، الميادين. أعلن عضو فريق التفاوض الحكومي الأفغاني نادر نادري أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح 7000 من معتقلي الحركة لدى الحكومة الأفغانية، إضافة إلى شطب اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة. يأتي ذلك فيما تواصلت المعارك في مناطق مختلفة، وكانت حركة طالبان قد رفعت علمها على معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان في ولاية قندهار الجنوبية. لقد تلقينا أوامر بعدم قتل الجنود وتسليمهم، طلبنا من الجنود أن يرحموا أنفسهم وأن يستسلموا. أمر الأمير بعفو عام وسيغفر للجنود ولن يواجهوا أي مشاكل. لقد رأوا ما فعلناه بهم. في بعض الأحيان قدمنا لهم المال وعلقنا الزهور حول أعناقهم. عندما جئنا إلى هنا كانت جميع القوات تحت عدساتنا، وكان من الممكن أن نقتلهم لكننا لم نفعل. رسالتي للتجار أن أمنهم مضمون ويمكنهم مواصلة نشاطهم. هذه منطقة اقتصادية، والإمارات الإسلامية تريد أن تكون لها علاقة جيدة مع دول الجوار وأن تعمل معها بثقة. في المقابل، أقر الممثل الخاص للولايات المتحدة للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زادة أن الانسحاب الأمريكي جاء بعدما أدركت السلطات أنه لا يوجد حل عسكري في البلاد. الانسحاب يأتي بعد إدراك السلطات أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة. أفغانستان لم تكن مسالمة، بل كانت في حالة حرب لأكثر من عقدين، وليس انسحاب قواتنا هو الذي حولها إلى ساحة حرب. حركة طالبان كانت تحرز تقدما كل عام خلال السنوات الماضية التي كنا لا نزال فيها في البلاد. إلى ذلك، أكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ستطلق خلال الشهر الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت إن عملية الإجلاء الجوي للأفغان الذين طلبوا الحصول على تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة ستبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. أحبطت السلطات الروسية هجوما إرهابيا تم التخطيط لتنفيذه في أماكن مزدحمة في موسكو. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال المواطن الروسي الذي كان يخطط لتنظيم عمل إرهابي خلال الشهر الحالي بتفجير عبوة ناسفة في أماكن مزدحمة. وأشار إلى أن الإرهابي تلقى تعليماته من سوريا، وأنه تم العثور على المخبأ الذي جهزه على مكونات عبوة ناسفة، كما وجدت في وسائل الاتصال المستخدمة تعليمات صنعها ومراسلات مع أعضاء تنظيمات إرهابية. إلى الشأن الكوبي، حيث تواصلت في أمريكا اللاتينية التظاهرات الداعمة للحكومة في هافانا، وقد شهدت العاصمة البوليفية لاباز تظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية، وحمل المشاركون فيها أعلام كوبا ورددوا شعارات منددة بالتدخل الأمريكي في شؤون كوبا الداخلية. وفي الأرجنتين، تجمهر المئات من المتظاهرين رفضا للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. وأمام السفارة الكوبية في بيونس آيرس، طالب المتظاهرون برفع الحصار غير الإنساني المفروض على كوبا، رافضين أي تدخل خارجي محتمل لتسوية الخلافات السياسية الداخلية.
إلى ذلك حث رئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل الكوبيين على عدم التصرف بكراهية بعد العديد من الحوادث التي انتهت بالتخريب، متهما الولايات المتحدة بأنها تقف وراء أعمال الشغب رغبة فيها منها في إنهاء الثورة الكوبية. نحن ندعو إلى التضامن والمسؤولية الاجتماعية وعدم السماح للآخرين بإدخال الكراهية للسيطرة على الروح الكوبية. يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منفرة، وأعتقد أن هذا هو إرهاب إعلامي، فهم يدعون من خلال هذه الوسائل إلى القتل لخلق حالة من عدم الأمان والذعر والتشويه. أم مربية منتجة فاعلة شريكة ومستقلة، نتعرف مع الزميلة بيسانت الراف على سيدة تختصر في قصة نجاحها مكانة المرأة الإيرانية كقوة دفع في المجتمع. اليوم سأروي لكم من قلب العاصمة الإيرانية طهران حكاية سيدة تبلغ من العمر 69 عاما، أسست لحياة حرة ومستقلة منذ أن كانت صبية. تخرجت من الجامعة باختصاص إلكترونيك، عملت في السلك العسكري، تزوجت وأنجبت، هي أم لشابين، دكتور ومهندس، وجدة لأربعة أحفاد. ولكن بعد تقاعدها توجهت إلى العمل في ميدان آخر مختلف تماما، فما هو؟ نحن الآن أتينا لزيارتها لنتعرف معا على امرأة يمكن وصفها بالحديدية، وتعتبر أن التوقف عن العمل يعادل الموت تماما. أنا كتيون إسكندر، تخرجت من جامعة شيراز ودخلت السلك العسكري في مجال القوة الأرضية، ومنذ 20 عاما تقاعدت. كنت أحب العسكر وناجحة جدا كسيدة بين الرجال. ربيت أولادي بمفردي بسبب وفاة زوجي باكرا، كانوا بأعمار السنة والسنتين. أنا كبرتهم وعلمتهم، وسعيدة لأنني تمكنت من إدارة عائلتي وحمايتها من دون مساعدة أحد. أما الآن فقد حان الوقت لنجول مع السيدة كتيون في سيارة التاكسي الخاصة بها. نستمتع من جهة بشوارع العاصمة طهران، ومن جهة أخرى تحدثنا عن هذه المهنة، عن حلاوتها وحتى عن صعوباتها. أنا المرأة الوحيدة في إيران لديها سيارة تاكسي. عندي كثير من الزبائن من الشخصيات البارزة والمشهورة في إيران، ولا يسافرون إلا معي. كامرأة إيرانية أقول لكل نساء العالم، أنتن تصنعن القوة، وبإرادتكن تحاربن الصعوبات. بيسانت الراف، طهران، الميادين. أحمد الحلاق آخر العاملين في صناعة الزجاج الدمشقي، الذي يجاهد من أجل حماية هذه الحرفة والتي التصقت بحضارة وتاريخ أيضا هذه المدينة. ديما نصيف. نحن عندنا تقريبا بهالمحل بهالورشه هي بمنطقه باب شرقي اللي حصلنا 52 سنه، يعني مثلا من 40 سنه كان بدمشق في حوالي اكثر من 20 معمل بيشتغلوا بالزجاج اليدوي. هلا بنرجع نحن بالازمه، قبل الازمه كانوا شيء 4 معامل، اما هلا بالوقت الحاضر ما صار غير الورشه تبعنا اللي عم تشتغل. هي طريقه النفخ بالشغل الدمشقيين اللي اكتشفوها، ما زلنا من الآن عم نشتغل فيها. هي مهنة متوارثة عن الآباء والأجداد. هلا نحن هي نفتخر فيها الصناعة الحرفة هي، أولاً لأنه لأجدادنا وآبائنا، وأولاً لقبل منا أنه هي حرفة تراث قديم لدمشق بالذات، لسوريا ككل.
مشعل الفرن حوالي 8 ساعات أو 10 ساعات ليصير لون الأجر أحمر. المرحلة الأولى من كبت الزجاج بنصير بدرجة حرارة 1200 درجة، بيتحول للمنطقة اللي عم نشتغل عليها فيها نحن بينزل لل 1000 درجة. 1000 درجة بيصل مرحلة عجينية، نتحكم نحن بالقطعة وبالشغل حسب القطعة اللي بنشتغلها وحسب طبعا المطلوب منا. يعني الأسواق كثير تعبانة، الشغل تعبان، كهرباء ما في، مازوت ما في. يعني تقريبا نحن كنا بنقول من أول إنه مثلا ممكن تستمر المهنة حوالي 20 سنة، بس يمكن نحن بنقول هلا يمكن بنكمل هالسنة ولا ما بنكمل ما بنعرف. يعني اليوم يعني في معوقات كثير كثير عم تصير معنا، ما بتلاقي هالجيل كله، أنا أولادي وأولاد أولادي عم حاول جيبهم يشتغلوا معي، بس تلاقيهم هن يعني مو ما فيها الرغبة موجودة اللي كنا نحن مثلا على زمان الوالد إنه بدنا نشتغله. هذا بس اللي يعني إنه اللي خلى المهنة إنه تتراجع لورا كثير كثير. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد. بعد حوالي 9 أشهر على التكليف، لبنان يعود إلى المربع الأول مع اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة. سريع يكشف تفاصيل عملية النصر المبين في محافظة البيضاء ويؤكد تحرير 100 كيلومتر مربع منها، وقوع 100 التكفيريين بين قتيل وجريح وأسير. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات. مقتدى الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق ويسحب يده من المنتمين إلى الحكومتين الحالية والمقبلة. طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار ل3 أشهر مقابل إطلاق سراح 7000 من معتقليها لدى الحكومة وصد اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير، إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية، إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية. إلى اللقاء.